دعونا الأول نروح نتابع جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع نكمل باقي كلامنا. افتكروا كويس قوي لما 2014 تقريبا من نفس المكان ده أطلقنا أو من القاعة اللي كانت موجودة أطلقنا حفر القناة الجديدة اللي احنا افتتحناها في أغسطس 2015، وحصل نقاش كتير وجدال كتير، هل ده المشروع ده كان مهم ان احنا نعمله، وهل الدولة كانت محتاجة انها تعمل ازدواج للقناة ولا لا؟ طب انا هقول لكم، احنا ساعتها تقريبا بنتكلم في حوالي 68 مليار جنيه اذا كنت انا فاكر، تمام مش كده؟ اللي هو حصل فيهم اكتتاب للمصريين ونزلوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير كان المبلغ ده موجود معانا، وده اللي تم بيه يعني توفير التمويل اللازم للجزء ده. طيب وحصل كلام كتير في الوقت دوت، وتقال يا ترى ده مطلوب يتعمل ولا مش مطلوب، الدولة بتعمل ايه، وتشكيك. وانا بذكر دي عشان الفرصة للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معنوية شعبها، المثال قدامكم وواضح مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. انت بتتكلم في كان تقريبا داخلنا 4.85 مش كده؟ تمام يا فندم. بالكتير يعني. تمام. قبل القناة. تمام فهم. النهارده احنا بنتكلم في 5.5 و6 و7 ولسه لو انتوا جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسعة ديت هتجدوا ان الرقم ده احنا خدنا اكتر منه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. توافقني ست فريق وسام؟ تمام يا فندم طبعا. انا بقول الكلام ده لمين؟ بقول الكلام ده لينا احنا كاعلاميين عايزين تتكلموا على البلد وتتكلموا على اللي حد يروح يطلق موضوع يشكككم في اجراء وكأن الدولة دي ما بتفكرش وما بتدرسش وبتشتغل بشكل عشوائي وكأنها مش عارفة حاجة في الدنيا وهم اللي عارفين. لا طبعا. وانا بقول الكلام ده عشان ده مهم يتقال دلوقتي. طب دلوقتي احنا لما جينا نعمل الشق التاني دول خدنا عملنا اكتتاب يا دكتور مصطفى، مين اللي بيعمل المشروع؟ هيئة قناة السويس. هيئة قناة السويس يعني الدولة. وده مش معناه ان احنا يعني مش عايزين الناس تساهم ولا حاجه، لا، لكن عايز اقول ان الدوله لما عملت ده بقى ليها دخل، الدخل ده ابتدى يتطور وبيستخدم في تطوير القناه لصالح ان هو ان احنا نحافظ على اي معدل حركه مهما حصل، نحافظ على 11 ساعه.